ولنقاش ملف الفساد في المنافذ الحدودية وسيطرة الميليشيات عليها ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. وفقا للجنة المالية النيابية فإن جهات متنفذة تمنع الحكومة من السيطرة على المنافذ الحدودية، ما مدى صحة ذلك ومن المسؤول عن سيطرة الميليشيات على المنافذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. أختي العزيزة، هي ليس فقط المنافذ الحدودية تسيطر عليها الميليشيات، العراق بالمطلق يخضع إلى سيطرة الميليشيات، وبالتالي هذا موضوع المنافذ ليس وليد اليوم أو وليد اللحظة. المنافذ منذ أن سيطرت الميليشيات على مقاليد الحكم بالعراق أصبح كل المنافذ الحدودية بما فيها المطارات الموانئ تحت سيطرة الميليشيات، وبعلم الحكومات المتعاقبة، لأن الحكومات المتعاقبة أيضا هي حكومات ميليشياوية معظمهم، يعني كانوا إذا كان عادل عبد المهدي كان في المجلس الأعلى فيلق بدر، وإذا كان المالكي وإذا كان الجعفري، فهؤلاء وحتى الكاظمي هو جزء من المنظومة. فبالتالي موضوع المنافذ الحدودية هو الهدف من أن تسيطر هذه الميليشيات حتى تسعف الاقتصاد الإيراني المنهار خصوصا بعد العقوبات الأمريكية، وبالتالي لن تتأثر إيران بالعقوبات لأنه هذه المنافذ مفتوحة، تدخل بضائع من إيران فاسدة وإكسبايرد وتباع بالعملة الصعبة، وبنفس الوقت الإيراد يذهب إلى إيران، والحكومة شاهد عيان على كل ما يجري، وبالتالي مثل ما تفضل التقرير أنه المالي الكاظمي يجيد فن الوعود، أما على مستوى الفعل لم ينفذ أي شيء من وعوده. فبالتالي أنا أرى نعم في هذا السياق، المعذرة على المقاطعة، تستمر الحكومة في استيراد منتج البطاطس الإيرانية على سبيل المثال رغم تحذيرات من استهداف المنتج المحلي، كيف يمكن تقييم جهود الحكومة في تشجيع المنتج المحلي وحماية الزراعة والفلاح العراقي؟ بالعكس، عملية السماح للمنتوج الإيراني الطماطة الإيرانية أن تدخل وبكميات كبيرة جداً هو الهدف، تدمير الاقتصاد العراقي ومنع المزارع ومنافسة المزارع العراقي. يعني عندما يكون سعر البطاطا الطماطة العفو الجاية أرخص من سعر المزارع اللي يقدمه، فإذا هي عملية قضاء على الزراعة بالعراق، ورسالة من الحكومة والميليشيات إلى هؤلاء المزارعين والفلاحين أن لا تنتجوا بعد هذا اليوم، لأنه هناك من منتوج أرخص ويأتي من إيران، فإذا هي عملية عقوبة. هذا هو المخطط، أنه أي تدمير العراق اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وتعليميا. فبالتالي عملية ضخ البضائع من إيران، وحتى في موضوع الطماطة أو غير الطماطة هو الهدف منه أنه على المزارعين وغير والتجار أن يعرفوا أنه إيران هي من تتحكم بالعراق، وإيران تقرر متى تدخل البضاعة ومتى تخرج البضاعة، ولذلك هؤلاء أدوات تنفيذ لما تريده إيران، وإيران لا تريد للعراق أن يتعافى، وإيران هي سبب بلاء العراق، وهؤلاء دم بأيدي إيران سواء كانت الميليشيات أو الحكومات المتعاقبة. ولاحظنا أنه أي رئيس وزراء يأتي إلى الحكم يأتمر بأوامر إيران وينفذ ما تريده إيران، ولكنهم يجدون فن الوعود لغرض دغدغة عواطف الشارع وزرع الوعود، لكن على مستوى الفعل هم أدوات إيرانية ولن يخرجوا عن هذه الدائرة. اعترفت لجنة الاقتصاد النيابية بأن الأحزاب والميليشيات تحرم الخزينة من إيرادات المنافذ الحدودية، ما الذي يمنع الحكومة في بغداد من وقف هذا الهدر الواضح في المال العام؟ الحكومة هي أضعف حلقة قياساً بسلطة وسطوة الميليشيات، الحكومة هي جزء من هذه الميليشيات، الحكومة فيها داخل الحكومة قيادات إلى هذه الميليشيات، وبالتالي نعم السبب الذي يمنع الحكومة أنها غير قادرة وغير مؤهلة أن تمنع الميليشيات أن تمارس دورها، ليس فقط على سيطرة المنافذ، هناك سجون سرية داخل هذه الميليشيات، هناك تهريب عملة تقوم به هذه الميليشيات، هناك تصدير استيراد سلاح
من هذه الميليشيات، والحكومة بعلم الحكومة وبطائرات الحكومة تتم العمليات، فبالتالي الحكومة غير قادرة ولن تقدر، لأنها تعرف جيدا أنه اليوم أبسط مثال، الحكومة الميليشيات ضربت السفارة الأمريكية قبل ساعة، أقل من ساعة، ضربت 4 صواريخ، أين هي الحكومة؟ وتعرف من قام بهذا الفعل. الحكومة عاجزة، أو بالأحرى ليس عاجزة وإنما هي شريكة، لأنها هي حكومة جاءت بتوافق هذه الميليشيات، الميليشيات من اختار الحكومة وليس العكس، الحكومة من اختارت الميليشيات، الميليشيات هي من تصنع هذه الحكومات، وهذه الحكومات لن تخرج عن عباءة ولاية الفقيه، لأنهم كلهم تحت عباءة ولاية الفقيه ويأتمرون بأوامر خامنئي، والميليشيات هي الواجهة أو الممثل الشرعي لحكومة طهران في العراق وليس العكس. أستاذ مازن، في ظل كل هذه التداعيات، ماذا تحقق من وعود الكاظمي بشأن محاربة الفساد في العراق؟ الكاظمي تحقق أنه يجيد فن التصريح، هذا اللي سمع العراقيين من الكاظمي مضى عليه 6 شهور و10 أيام، لن يقدم شيء غير كلمة سوف، وسنكافح الفساد، وسنقضي على الفساد، وسنقدم القتلة، ولم يتحقق شيء من هذا السين اطلاقا. اين هم قتلة الناس الذين قتلوا المتظاهرين؟ اين هو من الفساد العلني والمعلن يوميا الان؟ فبالتالي الكاظمي هو حال الذي سبقوه، أنه يعرف أنه يجي إلى كرسي الحكم مطلوب منه أن يقدم سلسلة من الوعود، لكن عملية تنفيذ هذه الوعود لا، هو ما مسؤول عنها، يتركها للزمن على أمل أن تتحقق، لأنه يعرف هي غير متحققة. ولذلك لن نتوقع لا من الكاظمي وغير الكاظمي، لأن جميع هؤلاء الذين بالعملية السياسية هم جاءوا ليس لخدمة العراق وإنما لتدمير العراق، وليس لديهم انتماء للعراق، انتماءهم إلى دول أجنبية وخصوصا إيران. وبالتالي الكاظمي هذا اللي هو تعود من الشارع العراقي، يسمع من الوعود ولكن لم يتحقق أي شيء من هذه الوعود، وسيوعد أيضا مستقبلا بنفس الوتيرة على أمور كثيرة لكن لن يتحقق منها، ولن يتحقق منها لأنه أضعف من أن ينفذ أي وعد، لأنه الميليشيات من تحكم بالعراق وعصابات من تحكم بالعراق. الآن مديونية العراق 260 مليار، أين هو الكاظمي من هذه المديونية التي سيدفع ثمنها الشعب العراقي، بالوقت الذي هذه المليارات يمكن 260 مليار مديونية العراق يقدر يغطيها العبادي والمالكي والجعفري والعامري، ملكياتهم أملاكهم ممتلكاتهم بالخارج وأموالهم تفوق هذا الرقم، لكن هؤلاء لا يفكرون بالعراق ومصلحة العراق وشعب العراق، هؤلاء مجموعة من اللصوص جاءوا بغفلة من الزمن مع المحتل وبدعم إيراني وسيطروا على مقدرات الأمور، وبالتالي لا يرحمون لا الشعب ولا الأرض ولا الهواء، وها هو ديدن العملية السياسية وحكومات الاحتلال المتعاقدة. شكرا جزيلا لكم الكاتب السياسي مازن التميمي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.